ما يبي له كلام يا الربع، سبسكرايب شير ولايك. يس نو ميبي. What's up? How you guys doing? You guys miss me? Well, I miss me too, man. I was gone for a while, now I'm back, and I don't know who I am anymore. Because the shit I saw in American prisons. وهذا ما سوف نعرفه حلقتنا هذه يا الربع. أول مرة دخلت إلى عنبر مفتوح في سجون الولاية التابعة لولاية فلوريدا كان السنة 2009. دخلت العنبر، 87 سرير وعالم، اللي نايم اللي صاحي اللي واقف اللي قاعد اللي مربع اللي مكندس، معاي أغراضي. رحلة طويلة، بس النقل يوم كامل ينقلنا من سجن المقاطعة إلى سجن الولاية. خلاص سجن الولاية هذا مكانك الدائم، على الأقل سنة سنتين ثلاثة راح تقعد فيه. معاي أغراضي، دخلت أشوف السجان. يمكنش يا ID ايجو سر، what's your DC number؟ 20535 سر. اوكي سريرك سرير الفلاني. اوكي تعبان منهك و تعب الباص والنقل، فاول شيء ابي اسويه الربع اني اتنظف اتطهر واصلي ركعتين او ما فاتني من صلوات اليوم كله. طبعا انا اول مره اشوف المكان، اول مره اشوف المخلوقات، وكاني فعلا لسه داخل على حديقة الحيوان. كل طالع وأنا أطالع، ولكن أحاول أن أتمالك أعصابي. ما أنا جديد على اللعبة، أنا جديد المكان هذا، أنا اللي يسمونه جرين. جرين معناته عودة خضر، ما يعرف وين اللقاطة، سهل النصب عليه، سهل استغلاله، سهل ابتزازه، سهل جميع ما سبق. راح أدافع عن نفسي، شيء ما راح خليك تسويهم معاي. اوكي تضربني مو مشكله، تسرق اغراضي اذا انا موجود مو موجود مو مشكله، ولكن في شغلات معينه عباره عن خطوط حمراء. other than that انا كنت green بما تعنيه الكلمه في اللغه الانجليزيه. اوكي اطالع في فتحه دخلتهم صوب الحمامات. اوكي اخذت اغراضي، حط ملابسي الداخلية، صففت أغراضي، حطيتها على داخل الصندوق وعلى السرير، رتبت السرير. هذا لازم تسويه، هذا بالقانون سريرك لازم مرتب. خدت عسكم الله الشحاطة، خدت الملابس الداخلية، الشامبو خدت ورحت. أوكي دخلت صوب الحمامات، الحمامات مكان كبير كبير، 9 مراحيض، 9 مغاسل، 9 شاورات، 9 جزاك الله يورنز. دخلت الحمام ولكن أطالع أنا أقول هذا حمام ولا نادي صحي، هذا حمام ولا جيم، هذا حمام ولا بلاتينيوم ولا فليكس ولا. يا الربع في الحمام كان فيه قول 40-50 شخص، وزعاج وحركة وصراخ. أنا ما زلت مستعجب، أنا ما زلت مستغرب،
هذا حمام مفروض الواحد يقضي حاجته ويمشي. ولا اكتشفت يا الربع ان بما ان هناك كاميرات داخل العنبر، فاي محرمات، اي ممنوعات، اي شغلات ضد التعليمات والقواعد التابعه للسجن تصير داخل الحمام. مو بس مثلا اغتصابات ولا ممارسه العاده السريه ولا العراك والطعن والضرب، بل ايضا شغلات بسيطه مثل تمارين رياضيه داخل العنبر ممنوع. الضابط يقول لك اي ما دون دون ممنوع، بس برا بالملاعب. ولكن احيانا الملاعب مسكره، فالمساجين يروحون داخل الحمام اللي على الارض، على ارضيه النجس، قاعد يسوي بوش ابس. اللي ماسك الزاويه الثانيه عزك الله، انت قاعد على المرحاض، انت قاعد على المرحاض، وهو جنبك قاعد يسوي سكوا لانجز. What's up, Arab? Don't worry about me. وانت قاعد عظيم. انا شخصيا عزك مرة لما قاعد على المرحاض تعلمت بعدين اجي واحد فوطة على جسمي. اللي عنده عقاقير، اللي عنده مخدرات، اللي عنده خمر محلي، اللي معاه رفيجة مقعدة عزك مرة على حضنة في المرحاض رقم 9، اللي قلبها نادي صحي، يا الربع لان احنا عندنا 9 مغاسل، المغاسل هذه ستينلس ستيل قويه ومثبته في الحائط، ثقيله، فالمساجين قلبينها الى دبار. تخيل انت قاعد على المرحاض قدامك واحد قاعد What's up, A-Rab? You okay? A-Rab, flush that toilet, man. Stink in here. انت ايش جابك الحمام؟ Stink? ادري انه stink. You stink too. فناس تاخذ وتعطي، هذا بيده كوفي، هذا بيده خمر محلي، هذا معاه صاحبه قاعد يطقون ابر، هذا معاه صاحبه قاعد يحششون، ثلاثة أربعة هناك، ثلاث أربع عصابة قاعد يسولفون. يعني تخطيط انه ما يبون الكاميرا تشوفهم، عندهم يذبحون هذا، يطعنون هذا. وهذا يلعبون رياضة، وهذا ورق قاعد يسوي بوش ابس. ثلاثة أربعة ورق قاعد يسوي فعلا تك شاور صابون، ثلاثة أربعة اسكم الله على المرحاض. ثلاثة أربعة طايحين على الأرض، طايحين على الأرض. Passed the fuck out. They passed out. Overdose، أعطوه K2. تخيل معاك أغراضك. تبي تروح عزك الله للمرحاض لازم تعديهم. تخطر واحد ولا ثاني. بس علشان توصل عزك الله للمرحاض. المهم to make the short story shorter، أنا ذاك اليوم بروح أستحم، أبى أتنظف عشان بروح أصلي. معي أغراضي، بس أول مرة أدش، أول مرة أدش يا الربع الحمامات من النوعية هذه. جرين أخضر، ما أعرف، عليمي. وصلت عند الحائط، حطيت أغراضي، عديت الحائط، أبي أدش أستحم. أطق الرقم هذا 1-9، ولا واحد طالعني. اي 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 وات يو دوين تشيكو؟ كان طالع عشان اقول له بي توكن تو مي يا تشيكو، عبالي من انا لاتيني. كان اقول له تيك شاور، كان يقول نو مان شاور 3 ريزيرفد، شاور 3 ريزيرفد، رقم 3 شاور، رقم 3 محجوز، ما حد يستحم بالرقم هذا الا رجال العصابة الفلانية. اوكي نبلع العافية ونروح شاور واحد. طبعا انا شاور واحد، اثنين، ثلاث، اربع، انا ما اروح اذا في شاور واحد، ما اجي اثنين، يا واحد يا ثلاث يا خمس. ليش؟ لانه احاول على قدر المستطاع لما اوقف انا بالشاور اطوف شاور واخلي اللي جنبي ما يكون لازق، يكون في مسافة بيني وبينه، يعني مهما كان انا مسلم ما بي واحد لازق فيني. وين قاعدين احنا؟ امريكان هاي سكول؟ لا يبه. روح شاور واحد، ابى اضغط الاساس تفتح المياه. اي 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 تشيكو تشيك ذيس اب برو، ذا وان تيكن تو برو، تيكن فاضي. نو مان، هذه العصابه الفلانيه، هذا الشاور حقهم. تبي روح استاذن منهم اول.
ولا الربع العصابات حاجزين نص الشاورات لهم. الشاورات هذه تسعة، بعضها ترش بعضها تفل عليك، ما تتفل عليك باي ما ترش. فالشاورات الزينة هذه كلها مأخوذة محجوزة حق بس يعني شاور واحد حق العصابة الفلانية، شاور رقم ثلاثة حاجزينها العصابة الفلانية، ما تستحم حتى لو ما في أحد، ما تستجرئ إنك تجي وتضغط يعصبون عليك، تعال تعال هذه حقتنا، ويطعنونك يشخطون وجهك. إذا تبي لازم تستأذن أول، لازم تستأذن منه تقول أي 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 تريجي أي تشيك ديس أبرا كان أقرأ شاور ثري، يقول hold on أي nobody gonna shower ثري برا yeah go ahead make a quick. لازم تستأذن منهم. أنا طبعا قلت أوكي بالعنى العافية يا غريب كن أديب، هذه دولتهم هذه أراضيهم هذا مرتاحهم عصابات، أنا دنا غلبان دنا غلبان دنا غلبان أبي العافية أبي أبلع العافية. أوكي شاور الوحيد اللي كان مفتوح شاور رقم تسعة، يوم أضغط الزر ولا مو قاعد يرش قاعد يتفل عليك ماي، لا بس يسوي لا حول ولا قوة. حط أغراضي توني أبدش أتسبح الأرضية لدرجة أن أنا كنت إعليمي، يوم بدخل عليكم الله الشاور نزعت الشحاطة ورحت تحت الدش، والواحد طالع يقول لي اي 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 راب وات ذا هيل يو دوين اي راب وات ذا هيل يو جات جوين اون، انا طالع قلت له عشان ما شر شي، يقول ليش خلعت عسكم الله الشحاطه؟ قلت له عشان بتسبح. شي يقول لي خبل انت مجنون، ار يو كريزي برا ار يو كريزي، قلت له ليش؟ يقول لي يا معود هذا كله فلس، هذا كله جراثيم كله بكتيريا كله جميع انواع الدي ان اي التابعه ل 1000 مليون السجين نجس، وانت الله هديك نازع الشحاطه مالتك وداش بير فوت على هالارضيه. والله اني انصدمت. الحين انا يا الربع لبست الشحاطه قعدت تحت النل هذا الشاور اللي قاعد يتفل علي ماي، تمام انا يبي ساعتين على ما نخلص، ها بس يبي ساعتين بس عشان يبلل الجسم هذا. ولكن قاعد افكر بيني وبين نفسي قلت دام برو لهالدرجة أنا عليمي، لهالدرجة أنا جرين، شلون راح أعيش بهالغابة هذه وسط القتالين قتلة وسط هالأشرار، وأنا حتى مسألة الشحاطة والاستحمام ما تصرف فيها التصرف الصحيح. قلت لنفسي البحري You got a long 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 way to go.